ايوه يا استاذ خليل، ده ان شاء الله نص ساعه وابعتك المقال. اكيد قبل ميعاد المطبعه، ما تقلقش. حاضر حاضر، مع السلامه. وادي الشاي. تسلم ايدك يا رويا حبيبي. بقول لك ايه، انا عندي مقاله عايزك تقريها بعد ما اخلصها، ولا انت مشغوله؟ ولو مشغوله افضيلك نفسي وراح قلبي. انت مش فاهم انا ببقى قد ايه مبسوطه وانا بوري المقاله بتاعتك لزميلاتي في الشغل. بس اكيد الباشمهندسات زميلاتك دول ما يفهموش حاجه في السياسه بتاعتها. برضه بخليهم يقروها. ايوه يا باشمهندس باسم، انا قلت لك قبل كده ما تتصلش على تليفوني ده. انا ما بحبش رقم يبقى مع حد انا ما اديتهالوش بنفسي. والتقارير اللي انت عاوزها دي خلي مروه تديها لك زي ما اديتك نمرتي. سلام. ايه، في حد بيعاكس الامر بتاعي ولا ايه؟ لا ابدا. امال ايه التليفون اللي ضايقك ده؟ اصلي مروه زميلتي ادت رقمي لواحد جاي جديد الشركه، وانا ما بحبش رقمي يبقى مع حد. ايوه في الشركه. يعني زميلي كارو فيها ايه يا حبيبتي؟ يعني في الشركه بس، لكن بعد الشغل لا، ما ينفعش. انا ما بحبش كده يا رضا. هو ايه اللي ما ينفعش يا رو؟ انت في الشغل يا حبيبتي، يعني مجتمع اكبر وعلاقات اوسع. يعني ما فيهاش حاجة لو المهندس زميلك قعد يتكلم معاكي، شربتوا حاجة مع بعض، خدتوا بريك سوا وقعدتوا تدردشوا، ولو المهندس ده حس ناحية المهندسة دي بمشاعر أكتر مش عيب إنه يصارحها، وهي كمان لو حست ناحيته بحاجة مش عيب إنها تقول له. بص يا رو، المشاعر والأحاسيس ناحية أي حد مش عيب ولا حرام. حبيبتي أنت بتعيشي أحلى أيام عمرك، حسي بسعادة وانبسطي وخليكي واثقة من نفسك طالما ما بتعملش حاجة غلط، صح؟ مش مهندس بس حلو الاسم. بقالي كتير ما شفتكش مبسوط كده. يمكن عشان بقالي كتير ما خرجتش مع سليم. سليم متعلق بيك قوي على فكره، شايف مبسوط ازاي؟ ما تحرموش منك بقى تاني. غصب عني يا منى، الفتره اللي فاتت منعتني عن حاجات كتير قوي. منعتني ان انا اخرج معاه وافرح واتبسط ونجري سوا. منعتني ان انا حتى اقعد لوحدي. في حاجات كتير عدت من غير ما اخد بالي يا منى. انسى اللي فات بقى خلاص. حتى لو نسيت هو مش هينساني. أنا عمال بضحك قدامي كده عشان قدام سليم، بس بحاول أعوضه عن أي حاجة، أعوضه عن جده اللي مات الله يرحمه. أنا تعبان يا منى، تعبان وتايه، جوايا مليون سؤال ومش لاقي إجابة ولا واحد منهم. احكي لي عن اللي جواك يا جميل، خليني أساعدك. مش تعرفي يا منى، ما تشغليش دماغك. وأنا عندي عز منك أشغل دماغي. منى، احنا اتكلمنا قبل كده مليون مرة في الموضوع ده. احنا اخوات مش اكتر من كده. جمال، هو انا ليه كل ما اتكلم معاك تقفل عليا الكلام بالطريقة دي؟ والله انت شايفني كده اوكي، بس انا شايفاك اكتر من كده. اديني فرصة اثبت لك. فرصة ايه يا منى؟ انت اتجننتي؟
انت ست متجوزه ما تعالي. هتطلق مني. تطلقي ما تطلقيش انا ماليش فيها. اوعي تربطي اللي بيحصل ده بيا لانه مش هيغير حاجه. يلا بصي ده ولونه. يلا ده ولونه كتير. يا منى انا بجد بحبك. بس بحبك زي اختي. اوكي تمام. لو انت عايز كده اوكي. المهم تبقى مبسوط مني. طول الوقت بيتعاملوا قدامك على انهم نضاف وابرياء والغلط ما يطلعش منهم. وقد ايه انت زباله وظنك وسخ لو فكرت في لحظه انهم ممكن يكونوا بيضحكوا عليك. يا سلام. درجه كده. الكذب والصدق فيها بيبقوا حاجه واحده اتعجنوا في بعض. فهماني يا مريم؟ فهماك يا سعلي. وبعد ما تطمن لهم وظنك يصدق تلاقي الخيانه بتجري في دمهم. هما مين دول؟ اللي انت بتحكي عنه. سيبك منه. ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيفضحه. بس ساعتها ملهاش طعم يا مريم. حلاوه الحاجه لما ترتبي لها وتظبطيها بايديكي وبعدين تستني اللحظه اللي توقفي تتفرجي فيها زيك زي اي حد ولا كانك عارفه اي حاجه. اللي تشوفه يا سهل. انت ادرى مني. ادرى منك ومنهم. بس الوقت لسه ما جاش. عارف يا بدير مشكلتي معاك في ايه؟ مشكلتي معاك مش في انك خنتني، لا. مشكلتي معاك ان اعرفك من زمان. وده طبعا معناه انك بتخوني من زمان. الاوسخ من كده بقى اني عمري في حياتي ما شكيت فيك ولا فكرت فيك ابدا. شابوه، عرفت تضحك عليا. ابدا والله يا كوميدي، دي اول مره والله العظيم. لسه بتكذب. لسه بتكذب يا بدير. انت لو ما كنتش بتخوني من زمان يا بدير عمرك في حياتك ما كنت هتقدر تعمل فيها العامله السودا دي، كنت هتخاف. لان اللي بيبتدي وساخه مع حد بيبتدي بالراحه واحده واحده بالهداوه يعني. انما انت طبعا واضح انك واخد راحتك ومترستح على الاخر. قلت لنفسك يلا اقعد اضرب الضربه الكبيره واخلص، صح؟ انا اتضحك على ابني. كلنا بنضحك علينا كتير. انا قدامك اهو اتضحك عليا. بس عرفتك انت بقى مين اللي ضحك عليك؟ قول لي. ارحمني يا كوميدي، انا طول عمري الراجل بتاعك. لما تقول لي مين اللي ضحك عليك انا هرجع لك كل اللي اتاخد منك. اقسم لك بالله هرجعه لك. اديني 24 ساعه بس. يا بدير ارحم نفسك، كفايه النفخ اللي انت لسه هتتنفخه. انت وقول لي مين اللي ضحك عليك. ابوس رجلك يا سعاده البيه، انا ما استاهلش منك ده كله. عندك حق بدير، ساعده عشان يفتكر. لا ابوس رجلك سعاده البيه، انا بس اه 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 الو بونجور فريال، انت كويسه؟ طب اسمعيني بسرعه. الكومي كان هنا النهارده الصبح وقابل مدير البنك، واللي عرفته انه طلب اطلاع على حركه رصيدك بشكل ودي ما بينهم. واطلع عليه؟ قال له بكره هيبقى جاهز. انا قلت اقول لك يعني لو الموضوع مهم بالنسبة لك. ميرسي يا حبيبة قلبي. عليا أنا يا كومي. اشتري عمرك يا بدير وانت نصيبك اللي أخدته حسب منك. مش هاخد منك حاجة. سد يا كومي بيه وأنا هتصرف. مين اللي مخوفك للدرجة دي يا رمك؟ ارحمني يا كومي بيه. أبوس إيدك ارحمني. هرحمك لما تقول لي مين. انت
حاجة غريبة أوي. بهجت سالم ينكتب له عمر على ايديك، ولما يقع في خطر تاني برضه يبقى على ايديك. شفت ازاي؟ لا مش فاهم يعني ايه خطر تاني دي. هو الورق اللي بعته ده لعبه؟ ده راجل كبير وفاهم هو بيعمل ايه. الظاهر ان الورق ده مهم بالنسبه لك قوي، والظاهر برضه ان انت بقيت عزيز قوي على بهجت سالم عشان يساعدك بالطريقه دي. بقول لك ايه؟ ما تريح نفسك وخليك صريح معايا وهات من الاخر، وانا اوعدك اني مش هاجي جنبك ولا هتشوف خلقتي تاني. واحنا من امتى كنا بنتعامل بصراحه؟ خد نصيحه مني يا جمال، محدش فينا نضيف ومحدش فينا هيعرف ينظف نفسه. يمكن قدام الناس بنبان ان احنا نضاف، اكتر من كده ما تحلمش. بس الكلام ده ممكن تقوله لنفسك انت مثلا واللي زيك، لكن الكلام ده ما تقولهوليش انا. انت بتاعنا يا ابني، عارف يعني ايه بتاعنا؟ اشرب، تخافش احنا لسه عايزينك. واحنا لسه عايزينك دي بقى اللي انا عايز اعرفها بالظبط. انتوا دول مين؟ انسى يا جمال، ومش خوف منك، خوف عليك، وهو ده اللي مصبرنا من الغباوه. طب يا سيدي متشكرين، كتر الف خيركم. مش عايزين تتغابوا وخايفين عليا وطلعتوني براءه ومستنيين ان انا افكر وارجع تاني لوحدي. كل ده حلو على راسي، بس بقول لك ايه، النغمه دي خلاص جابت اخرها معايا. انت نفسك جبت اخرها معايا. مشكلتك يا ابو العزم ايه؟ اسمع، مشكلتك معايا اني معرفش خيرك، فما تخلينيش اتغاب عليك احسن. قدامك 24 ساعه عشان تقولي كل اللي انا عايزه، انت فاهم ولا لا؟ انت بتهددني يا جمال؟ اه بهددك. طب خليك فاكر بقى انك مش لوحدك، وان في ناس معاك بتخاف عليهم. صح، وانت اوعى تفكر تلعب معايا اللعبه دي يا ابو العزم، عشان يوم ما هتفكر هيبقى اخر يوم في عمر اللي حواليك قبل عمرك. كنت متأكدة إنه هيعمل معاك كده. راجل عاش طول عمره دبلوماسي في الخارجية، أكيد إجاباته كلها هتبقى كده. أيوة، بس ده ما ادانيش إجابة واحدة محددة، كل كلامه كان عايم زي ما بيقولوا. ده برضه كان انطباعي عنه أول مرة شفته فيها. ده بدل ما يجاوبني على الأسئلة اللي رحت له بيها، زود عددها. مش عارف يا لهنا، حاسس إن السفير بهجت سالم وراه لغز كبير. الحكاية أكبر من إجابة دبلوماسية لا تقدم ولا تأخر. في حاجة تانية. طب حسيت ده ازاي؟ لما حصرته بالكلام عن علاقته بجمال قال لي كلمة غريبة جدا. قال لي إن الحقيقة مش دايما موجودة، والأفضل إنها تبقى كده. عارفة اللي هو كلام حد مدرك الحقيقة دي كويس وعارف خطورة ظهورها إيه؟ كلمة غريبة فعلا. حسيت إنها زي نوع من التهديد، اللي هو ما تحاولش تدور أحسن لك بدل ما تتأذي. عارفة النوع ده من الكلام بس بأسلوب مهذب؟ ايوه، بس هو هيوجه لك رساله زي دي ليه؟ ده اللي بحاول افهمه. لو كلامك زي ما بتقول يبقى ملوش غير معنى واحد، ان السفير سالم طرف من اطراف الحقيقه. فكرت في ده، بس مش عارف ليه يا ليلى استبعدته. طب خلينا نجرب معاه تاني، ممكن نطلع باي معلومه ما تخليناش نستبعده. الله، يا سلام، تسلم ايدك يا عماد. والله عماد؟ عماد ايه؟ عماد ده تنساه خالص. اه صحيح، عماد اللي عرفته ما كانش طباخ ماهر كده. كويس ان شغالين لسه واخدين اجازه علشان اتعرف على بقيه مهاراتك دي. لا ولسه. انت عارف لو ماما الله يرحمها توفت ابويا ما رضيش يزعلني ويجيب لي بنات اخ. كل يوم كنت ادخل انا وهو المطبخ نجرب في بعض طول السنين اللي فاتت دي كلها. اوه بس اسمر اهو، نتيجه زي الفل. الف انا وشك. ميرسي يا جمال. خليك زمن، تقعد جايين بكره نظبط الدنيا دي كلها. بجد انا مش عارف اشكرك ازاي. انت ما تعرفش الورق اللي راح لابو العزم عمل له قلق قد ايه؟ خلاه يعرف ان انا معايا كذا جبهه ممكن افتحها عليه. مش انت لوحدك اللي بتدور على البراءه يا جمال، انا كمان بدور عليها. الورق اللي راح لابو العزم بيكشف عن صفقات تمت هناك وانا موجود في العراق. مفيش غيري انا وهو واحد تالت اسمه نوح السباعي اللي نعرف الصفقات دي عباره عن ايه، واللي بسببها
حصل اللي حصل. تتضايق لو قلت لك اني ما استاهلش كل اللي انت عملته معايا؟ يعني الناس كانت ليها حق في كل اللي عملته معايا، وده كان مصير اللي انا استحقه. يقول انك ظهرت وانقذتني. مش فاهم انت سيادتك بتقول الكلام ده ليه؟ في بدايه الغزو الامريكي للعراق كنا من جانبنا بندعم المجاهدين العراقيين دعم جامد قوي، طبي ومعنوي وترحيل سريع لاسرهم. كل ده كان بيتم بشكل غير رسمي بس بدعم من النظام، لغايه ما ده اتعرف من جانب المخابرات الامريكيه وبقى مطلوب من النظام يقدموا تبرير لكل اللي حصل ده. وفي يوم وليله التبرير اتحول لصفقه، وبعد ما كنا بندعم العراقيين بقى مطلوب مننا نسلمه للامريكان. انا متخيل طبعا انت رفضت لحد ما اجبروك. بالعكس ما قلتش لا، ودخلت باختياري وابدعت في وسائل التسليم والتعاون. ما كنتش بتفكر صح؟ كنت طول الوقت بتحاول تمنع نفسك، حتى لما كان بيجي صوره في خيالك لواحد بيترجاك ترحمه كنت بتحاول تتوع عشان ما تتضايقش من اللي بتعمله فيه. بتحاول تقنع نفسك طول الوقت انها تعليمات واوامر، وانك جندي من جنود النظام اللي لازم يبقى فخور باللي بيعمله زي ما هم فخورين بيك كده، حتى لو ما قالوش ده في العلن. كل اللي انت بتحكيه ده انا عشته لحد ما رفضت، ما رضيتش اكمل، حصل لي كل اللي حصل لي ده، وانت في الاخر دخلت بورك عشان تنقذني زي ما عملت معاك زمان. الفرق اللي بيني وبينك انت تستحق اني اساعدك بس انا لا. كان في مره مجاهد عراقي انا فاكر اسمه لغايه دلوقتي، صالح التكريتي، شدوا حيلكم يا رجاله وبالشفا ان شاء الله. شكرا لله. يا صالح شد حيلكم معاه ومش بتعروا يعدوا. والله يا جناب السفير ما ردت انام هاي النوم على السرير مثل النسوان، انا ردت استشهد بالميدان مو اموت بهاي المستشفى. لا تخاف صالح ما راح تموت، انت عراقي، انت بطل، انت من بلد الاسود، انت من بلد صدام حسين. شد حيلك يا بطل. مشكلة. حد يبقى عنده ولاد حلوين كده ويقول الكلام ده برضه؟ شد حيلك، دكتور عايزك دقيقة واحدة. صالح حالته ايه؟ لازم عمليه باسرع وقت. الامكانيات موجوده؟ محتاجين ادويه واجهزه نطلبها من سوريا ومن مصر، يعني توصلنا الاجهزه والادويه خلال اسبوع او اسبوعين. وانت عارف يا سعاده السفير ظرف الحصار يعني والامكانيات محدوده. كله من جيبي الخاص وعلى حسابي انا. ارجوك يا دكتور علشان خاطر ولاده. الله يبارك فيك سعاده السفير. وعمل العمليه وخرج سليم واطمنت عليه. وبعد خروجه بيومين اتنين بس اتصلت بيهم وبلغتهم عن مكانه. وانت بقى بتحكي لي ليه؟ بتفكر تعملها معايا بعد ما ساعدتني؟ اطلاقا يا جمال، انا بس بوريك انا وصلت لفين، وما اعتقدش ان في درجه اقذر من كده ممكن اي بني ادم ينزل لها. انا عمري ما كنت اتخيل اللي بتحكيه ده ابدا، ده لولا اللي انت حكيته بنفسك عمري ما كنت هصدق. هي دي الحقيقه. وانا اللي فاكر عمليه انقاذك دي انضف حاجه عملتها في حياتي. ده مفيش حاجه نضيفه في الدنيا بقى. بس ولا يهمك، كل واحد فينا عنده اللي يتكسف يحكي عن نفسه. القوي بس هو اللي بيتكلم، وانت اتكلمت. دلوقتي بقى انت مش خايف الورق اللي بعته ده لورطك معايا؟ انت اللي شجعتني يا جلال. بس المره دي مش هبعتوني عشان قذر، المره دي هكون لوحدك. يمكن ده يبرأني من الجرائم اللي عملتها. انا اسف جدا يا جمال، اسف اني ازعجتك معايا. ملوش لزوم تتاسف، كل واحد فينا محتاج يتكلم ويحكي عشان يخفف الحمل اللي شايله ويبطل يهرب. مش عيب نحكي على فكره، بالعكس
ده أول طريق البراءة اللي بندور عليه. ده اللي حصل بالظبط. ومن ساعتها ما بتردش على الموبايل. رحت لها الشغل قالوا لي واخده اجازه مفتوحه. انا عايز اطمن عليها بس. طمن يا اشرف، ربك كويسه. بص يا ليلى، انا عارف ان انتوا اصحاب واخوات كمان، وانا حكيت لك اللي حصل بالظبط. من فضلك فهميها ان ماليش ذنب. انا اللي فهمته من كلام ربا انها مصدقه قوي مشاعرك ناحيتها. بس خليني اكلمك بصراحه، انت اكيد شفت قد ايه هي كانت رافضه فكره الارتباط دي. دي حقيقة. يعني بمجرد انها تدي لنفسها فرصه انها تحب، ده يعتبر انجاز. انت عايزه تقولي انها ممكن ترجع تقفل على نفسها تاني وتعمل زي ما كانت بتعمل؟ بصراحه ده اللي انا خايفه منه، اتمنى انه ما يحصلش. ما انا عايز اقابلها عشان افهمها. ما ينفعش تحكم عليا في حاجه حصلت قبل ما نعرف بعض اصلا. هو فعلا الموقف سخيف جدا. انا عارف انه سخيف يا ستي، بس طب ايه الحل؟ اشرف انا عايز اسالك سؤال، انت بجد عايز ربا؟ من ساعه اللي حصل ما فيش جوايا غير السؤال ده. بس انا ربا بالنسبه لي غير اي واحده عرفتها في حياتي. انت عارفه لما كنا بنتقابل واقعد قدامها كده وابص في عينيها، كنت بلاقي فيها حاجات عمري ما لقيتها في نفسي. والغريب ان هي ما كانتش بتفتعل ده، ولا انا كنت بدور عليها، بس ببساطه كده كنا بنكمل بعض. انا مش عارف اعمل ايه، ساعديني. يا نهار اسود، اللي انت بتقوله ده بجد؟ امال بهزر معاكي، بدير خلاص انتهى للابد. يعني لو ما كنتش قتلته كان زمان الكومي نفخه لحد ما نطق. شفت ازاي؟ بس احنا ايش ضمننا اصلا ان هو ما اتكلمش؟ ما تخافيش يا فريال، لو كان نطق بكلمه ما كانش الكومي هيحتاج يبص على رصيدك في البنك زي ما قالوا لك. امال ايه؟ كان زمانك مشرفه جنب المرحوم يا حبيبتي، علشان تعرفي بس انت من غيري ولا اي حاجه. انت بتهزر يا علي؟ كده الكوميك يا شافي. مالك يا فريال في ايه؟ أول مرة أشوفك مهزوزة كده. أمال عايز تشوفني إزاي؟ بتحزم وبرقص؟ أنت واقفة بتعملي إيه عندك؟ أنت بتتسلطي علينا؟ لا لا أبداً، أنا كنت جايبة لكم شاي. هاتي الشاي يا مريم. حاضر. خش على جوه ما تطلعيش لحد ما أجيلك. حاضر. مين البت دي؟ أنا مش مرتاحة لها. قلنا واحدة ست. أنت حر. نرجع لموضوعنا. أنا مش مطمنة يا علي. لا تطمني يا فراولة. الحكاية دلوقتي ما بين اتنين، أنا وأنت وبس. لو مش هتقدري قولي. أنا مش هرد عليك. عايزة بس أفكرك بالواد بتاع العربية، أحسن شكلك نسيته. ولا له قيمة. ده ما كانش يعرف غير المرحوم. يعني بالنسبة له امرأة فاضية. الدنيا أمان يا فريال، ما تخافيش. أهم حاجة عينك على الحمار اللي عندك علشان ما يرفص كده ولا كده. أول ما جيت سكنت هنا أنا والمرحومة والدتك، ما كانش فيه غير عمارتنا دي والبيت اللي قدامنا اللي فيه الواد أشرف. حتى ابوه وامه جم بعدنا بشهرين، والباقي كله خرابات. يعني لو في انصاف كنت انا بقيت عمده المنطقه دي، وكانوا سموا الشارع ده على اسمي. ورديك باسمك عمده الخرابه. يا سيدي خرابه خرابه، اهي كلها بقت عماير وابراج اهي. طب ولا يهمك يا سيدي، بكره انزل لك واكتب لك على نص الشارع يافطه قد كده، شارع الحاج رجاء الجبالي. ايوه رجاء الجبالي وولده. وولده. ويافطه صغيره عشان الواد سليم ما يزعلش. يلا. احب اكتب لك يافطه كمان لامي. ايه
اسفه والله يا استاذ جمال، اصل السكه ما يعلم بيها الا ربنا. ولا يهمك يا اسماء، دلوقتي سليم نايم، صحيح كمان ساعه عشان يذاكر، وانا اروح مشوار وارجع له. حاضر. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. بعد اذنك يا جمال يا ابني، ممكن اخد من وقتك دقايق؟ اتفضل يا موسى. انا عارف انك انت ما لحقتش تشوف ابوك قبل ما يموت الله يرحمه، ولا حكى لك على اللي انا عملته معاه. انا رحت له المستشفى وطلبت منه انه يسيب البيت، عشان كده كان لازم اجي واحكي لك. احكي لك عشان استريح، انام وانا مستريح، لانه بعد اللي حصل حسيت ان في دين كبير في رقبتي لازم اسدده. انا كنت خسيس مع ابوك يا جمال، ما صنتش اللقمه اللي كلناها سوا، ولا الايام الحلوه اللي عدت بينا وكان شايل همي. انا مش عارف عملت كده ازاي وليه وعشان ايه، بس انا اسف، انا اسف يا جمال. الله يا عم موسى، انا مش عارف اقولك ايه، بس يعني ومطلوب مني ايه دلوقتي؟ ده انا اللي بطلب منك، انا بطلب منك تسامحني وتقول لابوك لما يجي يزورك في المنام انه يسامحني. قول له عم موسى راجل كبير وعيل جاي عياط لي زي العيال الصغيرين لانه غلط في حقك. انا اسف يا جمال، سامحني وخلي ابوك يسامحني يا جمال. صلى على النبي عم موسى، صلى على النبي. السلام. ما تقولش على نفسك كده، انت حبيبنا برضه، بس هي الدنيا كده ساعات بتخلينا ندوس ونجرح بعض من غير ما ناخد بالنا، مش انت لوحدك يعني. بس يا ريت كل الناس طيبين زيك كده، بيمد ايدهم للي بيقع ويقول ما زعلش مني وحقك عليا. بس خساره، كان نفسي تلحق وتقولها له هو، بس انا ابنه برضه، قلتها لي اكنك قلتها له بالظبط. يعني انت مش زعلان مني يا جمال؟ لا مش زعلان، الله يرحمه كان بيحبك، وانا اللي ابويا يحبه ما زعلش منه. ولا كأننا عايشين في فيلم. اللي افتكرته سرقني هو اللي يجيب لي الحرامي لحد عندي، والحرامي قبل ما يعترف يجي اللي مشغله ويموته قصاد عينيا. هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل في البلد دي؟ لعبة على كبير يا حبيبي، وعشان كده انا دلوقتي متأكدة 100% ان الموضوع ده من فوق. ما كان ايه بقى؟ جمال هو اللي عمل، وجمال هو اللي سوى وهبب كل الكلام ده قبل الفيلم العربي اللي بتقول عليه. وبعدين ده ما يمنعش برضو ان جمال له يد في الموضوع، بس مش اكتر من واحد بالأجرة، بينفذ اللي هم عايزينه وخلاص. كان يجي جايب لي بدير لحد عندي يا فريال؟ واللي ورا بدير كمان يا روح قلبي. ازاي بقى ان شاء الله؟ ليه ما تقولش ان بدير اختلف معاهم، طمع في فلوس زياده مثلا، حب يساومهم فقالوا يخلصوا منه بالسهوله دي. هي بالذكاء ده جمال يخلص من خطرك ويهدى. واحد، يقدموا لك كبش الفدا اللي بموته عمرك ما هتعرف توصل للحقيقه. اتنين، تالت حاجه بقى انه يبقى دراعك اليمين علشان يقولوا لك شوف احنا كاشفين ورقك قد ايه يا كوم. تالت، عصافير اتضربوا بطلقه واحده اللي جت في دماغ بدير قدامك دي. رابع حاجه ودي الاهم، ان هم يخلوك تفقد الثقه في كل حد حواليك. وبصراحه معاك حق، يعني راجل بقاله معاك عمر ويطلع وسخ كده، هتامن لمين بعده؟ يعني ايه يا فريق؟ يعني انا فلوسي خلاص راحت كده؟ اتضحك عليا؟ مفيش حاجه ملهاش حل يا حبيبي، مش معنى ان السكه اتسدت يبقى خلاص. الكبار لازم نفسهم يبقى طويل، وانت كبير قوي يا كومي، اوعى يا بيبي تخليهم يضحكوا عليك ويعملوا اللي في دماغهم. دول بعد كده ممكن يشككوك في اقرب الناس ليك، ومش بعيد يشككوك في نفسك كمان، فاهمني؟ يخرب بيت دماغك يا بنت تنوب، افتكرتيها ازاي دي؟ ازاي يا بوبو؟ دي حاجه تتنسي؟ ده فاكر ابوك لما قفش الحرامي على سطح البيت وهو نازل على شباك المطبخ
وبدل ما يسلمه راح جايب له اكله بطانيه. دي فاكرها هي كنت انا في الجيش ما نزلت بقول له حاج ازاي تسيبه انت كنت ربطته لحد ما انزل اجازه. قال لي اربطه ده ايه يا ابني؟ ياكل منين؟ ياكل عياله منين؟ ابوك ده كان غلبان طيب قوي. تعرف يا نوبة لو انا وسيد اخوك طلعنا لابويا كده ما كناش بقينا عايشين العيشه اللي احنا عايشينها دي ولا مسنودين في الدنيا كده. ايوه يا بوب بس يمكن سيد كان فضل عايش في وسطينا. الله يرحمه. الف رحمه ونور عليهم كلهم. قولي لي يا نوجه ترجعت المعهد تاني ولا ايه؟ معهد؟ معهد ايه؟ سلامة عقلك يا بوبو، ما ديني مخلصة بقالي سنتين اهو. اصل شفت خروجاتك كترت، قلت انك رجعت تذاكري تاني. لا، اصل بنت رباب زميلتي اللي جت معايا في المعهد بتتجوز اليومين دول، وبتشتري بقى شوية الحاجات بتاعة الجهاز والحاجات دي دايما انت عارف، وكمني قاعدة فاضية فعلى طول في رجلها. طب يا ست ربنا يتمم لها بخير ويتمم لك بقى ولا ايه؟ انت شايفني عريس ولا ايه يا بابا؟ شاوري على الجدع اللي يعجبك وانا اجوزهولك وهيلاقي احلى واجدع منك فين؟ دي جوازه يا بابا يعني مش قميص ولا بنطلون هتشتريهم لي. قفلتيها يعني؟ ماشي يا نوجه لما يقذر ربنا هيكون. لما يقذر ربنا ايه يا بوبو مالك؟ في ايه؟ قولي لي يا نوجة لو حد طلب منك تعملي له اكل حلو بايديك الحلوين دول وبعد ما سويتيها جيت انا سميت وكلتها الف هنا وشفا على بدنك يا اخوي. بعدها مصاريني ولعت واتأذيت تتقطع ايدي وايدي اللي عمل فيك كده تيجي تقولي لي في وقتها وتقولي لي ما كانش قصدي والشطه زادت غصب عني ولا تكفي على الخبر مجور تقولي أكلة وعدت وخلصنا. لا طبعا اجي اقول لك قبل ما العوازل يزودوا ويعيدوا في الكلام ويوقعوا بينا. بس امتى ده يحصل؟ هو ده مربط الفرس يعني. قبل ما اجي اقول لك كده لازم انسيك الاكله المشمومه اللي انا اكلتها لك باكله حلوه من ايديا وفي قعده صفا حلوه بينا وبين بعضينا. اجي اقول لك يا اخويا ما تزعلش مني ما كانش قصدي. يعني مش في وقتها على طول؟ لا طبعا ما يجوش القلوب هتبقى لسه شايله. خير السنين ياخدوا جمل الخصام بخفه. براو عليك يا بنت نوجة. طب مودينا فين يا عم انت؟ يا باشا مش قلت لك الطريق زحمه ومخرم اهو. خرب فين يا عم انت؟ اصبر بس اصبر. Oh!